طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. يا إلهي، مباراة أخرى داخل هذه المباراة، مشتعلة الأجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدأ، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من أجمل الملاعب العالمية على الإطلاق. مارسيلو يمر، آرثر، لويس سواريز، يعدي إلى منطقة الجزاء، سيرخيو راموس، مودريتش، رافائيل فاران، كروس، لمسة بينية، ينجح المدافع في تغيير اتجاه الكرة العرضية، تتحول إلى ركنية بعد ذلك. كريم بنزيما، الله على هذا التألق لحارس رائع، تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. ولكن التنفيذ لم يكن جيد. لينجليت، راكيتيتش، سيرجي روبرتو، يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. راكيتيتش، الآن إمكانية المرتدة، لويس سواريز، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. جميلة من أرسنال، كان على وشك استغلال هذا الخطأ. لوكا مودريتش، الحكم يطلق صافرته لكن احتساب خطأ. توني كروس، لوكا مودريتش، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى، كان أمام المرمى مباشرة، بصراحة كان عليه هو أن يسجل. والكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، ليونيل ميسي، ليونيل ميسي يحاول تمريرها من بين المدافعين، الكرة داخل منطقة الجزاء. مودريتش يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، تلعب الكرة إلى الأمام، يمر ويلعب كرة بينية، بينية إلى أنتوني غريزمان، تقريبا كان محظوظ في هذه اللقطة. يلعبون ركنية قصيرة، ليونيل ميسي،
يلعب الكرة رأسية خطيرة، لم ينجح في تحويل الكرة إلى المرمى. رافائيل فاران، سيرخيو راموس، كازيميرو، كازيميرو يحاول تمرير الكرة، فتح المساحة على الجناح، يسدد بنزيما، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات. جاريث بيل، جاريث بيل، والكرة راية بعد ذلك وتسلل. كرة طولية من الحارس، يحاول أن يلعب كرة بينية، وجاريث بيل، كرة أخرى تضيع، أي سوء حظ يلازمهم اليوم. لينجليت، راكيتيتش، آرثر، كرة طولية إلى الأمام، مودريتش في كرة ممتازة على الجهة اليمنى، كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل وصلت إليه كريم بنزيما، تسديدة في اتجاه المرمى، أوصلها إلى المرمى. تسديدة من أول لمسة، أخطأ لكنها مرت بسلام. فرصة خطيرة، ليونيل ميسي، الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ إيفان راكيتيتش، سيرجي روبرتو، فرصة هجوم معاكس، يلعب كرة بينية، آرثر، يلعبها إلى الأمام، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. جاريث بيل، كرة إلى الأمام، مودريتش ينطلق بنجاح، لم تمر الكرة العرضية، تبعد بعد ذلك إلى ركنية، يبعد الكرة عن المرمى، يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. ميسي، بيكيب، بضغط مارسيلو على تنفيذ الخطأ،
مودريتش يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. سيرجي روبرتو، ايقاع جميل، لعب على الجهة اليسرى، وهذه اخطر كرة في المباراة. ميسي يستعي، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. ميسي يمرر كرة لويس سواريز. حلوة جدا هذه اللعبة، لكنها لم تكتمل، لم تنتهي بالشباك، لا يزال عندهم شيء ناقص. مارسيلو، سواريز يحاول تمريرها من بين المدافعين، يرسلها داخل 18. لمسة بينية، لينجليت، بيكيب، آرثر، راكيتيتش، سيرجي روبرتو، لويس سواريز يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. الكرة العرضية، لويس سواريز. الحكم ينهي شوط المباراة الأول. لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. أسوأ نتيجة في كرة القدم عزيزي المشاهد هي التعادل السلبي. ننتظر ونتمنى أن يكون الأداء أفضل، أن يكون الفريقان على قدر التوقعات ويقدمان أداء أجمل في الدقائق القادمة. آثر يمر يلعب كرة بينية، رودريغيز، مارسيلو يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، يلعب كرة بينية، جريزمان، جاريث بيل، بيكيب، راكيتيتش، لويس سواريز. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم مباراة، يطلق صافرته. نعم، ليونيل ميسي يا كبير يا كبير، ميسي توضح هذه اللعبة مدى براعته. برشلونة سجل الهدف الافتتاحي المهم جدا في المباراة. رودريغيز، كريم بنزيما يسدد، بنزيما فرصة خطيرة جدا لتوني كروس، صاروخية رائعة، هدف عالمي، إنها لحظة من لحظات الإبداع والإمتاع في عالم المستديرة. هدف لا يمكن أن تمل في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة.
فرص المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. عودة سريعة تجعل الفريق يتنفس سعداء من جديد بعد أن قبل هدف في مرمى يتجاوز هذا الضغط الرهيب. يحاول تمريرها من بين المدافعين. يحاول أن يلعب كرة بينية. عرضية من رودريغيز. راكيتيتش. أنتوني غريزمان. فاتت ومرت وصلت إليه. يقطع الكرة. مارسيلو يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. غاريث بيل. يمر ويلعب كرة بينية. يلعبها لمنطقة الخطر. آرثر. الكرة ملعوبة من مسافة. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي. مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. يبحث عن المهاجم. كرة إلى الأمام. ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. لمسة بينية. الحكم يشير لوجود خطأ ضربة حرة. أظن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. يتوقف اللاعب في هذه الأثناء مع أيضا مع إجراء تغيير. كروس. مارسيلو يحاول تمريرها من بين المدافعين. يسدد في اتجاه المرمى من مسافة. تسديدة من مسافة بعيدة لكنها لم تكن دقيقة. لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة. أدركوا صعوبة القيام بذلك. ضغط قوي وينجح في استعادتها. كرة على الطرف. يلعبها إلى الحارس. والحارس يلعبها بعيداً عن مرماه. تحرك جميل بالكرة ينجح في المرور. هذه فرصة خطيرة. رائعة ممتازة من الدفاع. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ يلعب كرة بينية. نقل كرة إلى الأمام. فرصة خطيرة جدا. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ هازارد. لمسة بينية. مرت الكرة. راكيتيتش. الكرة ملعوبة من مسافة. عدت الكرة.
خسر المواجهة أمام خصمه راكيتيتش. يحاول تمريرها من بين المدافعين. اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل. يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. لويس سواريز، لويس سواريز، هدف لبرشلونة. هل يكون هذا هو هدف الفوز في المباراة؟ خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. متفوقون بفارق هدف وحيد. فينيسيوس جونيور، وتاكل قوي. بيكي لينجليت، آرثر، غريزمان. كرة طولية في المساحة الخالية، كرة على الطرف ولكن عشوائية جدا. مارسيلو يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كرة طولية من الحارس. آرثر يمر ويلعب كرة بينية، يسددها غريزمان. يحاول أن يلعب كرة بينية. مارسيلو، كروس يحاول تمريرها من بين المدافعين. إيسكو يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. مارسيلو، اللحظات الأخيرة على أمل مشتعلة، ولكن عليهم أن يكونوا في لحظات تركيز في هذه الكرة، نكون أو لا نكون. ركنية تأتي في آخر اللحظات. هذه براءة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. ثم كرة عرضية، موجود إبعاد الكرة. سريع شيء ضروري في هذا التوقيت بالذات، دفاع المنافس بكل تأكيد لن يسمح بمرور أحد. مارسيلو، فينيسيوس جونيور، توني كروس. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. الدفاع كبير، دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطأ. نيلسون سيميدو. وهكذا نصل وإياكم إلى نهاية المباراة. أداء كبير جدا في مباراة اليوم، لكن بدون انتصار بدون نتيجة. اللاعبين عندهم خيبة أمل لأنهم على الأقل كانوا يستحقوا النقطة. هل تعرف ما